احنا الان بشط الطيب. هذاك يوم شفته الزود صاعد، هذا صاعد الماي اللي هنا، بس هذا من تجي يصير مطره يجي سريع كلش. بس احنا مو كلش بطيب، منطقه الشوايخ اللي هي قبل الطيب، وجبنا تفاصيلنا، سوينا احنا هذا الفحم. الله اكبر الله اكبر. وطبعا وخر هاي وخر هاي جاي هاي النار هاي هسه العود هسه اي هذا الحكي هذا الحكي. بس كون ما يبقى علي نار ابو نظار، لا كون بس الفحم. اوه خفي هذا والقوري اويلي هلاي حطين هذا الشوشي وهاي الحموضة وهذا البصل والف عافية. هذا العشق شنو هو؟ الشاي. الشاي وبالطيب يعني صدق عشق، بس المشكلة ناسين الخاشوقة، والطبيعة تهدينا البدائل. مؤكدا واحدة من بدائل الطبيعة. انا اضطر حذفت الصوت لان كان مشوش واسجل، هذه واحدة من البدائل. يعني غصن من نبات الصريم، هذا النبات اسمه الصريم، ونخوط به شاي، فشي لذيذ من تحس انه انت قاعد تمزج اشياء من الطبيعة على الشاي اللي تشربه. يعني شيء كله طبيعي، ما بي لا خاشوق ستيل ولا بي اي شيء اخر. جميل جدا والله. هنا الشاي كلش طيب كان، لان على الفحم ومن ايد الغالي ابو ضرغام، فكان كلش طيب. يعني يلا شيل ايدك لفوق، خليه يطقطق. شيل ايدك 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 شيل ايد